شخصان فرح شب الجبر وان ظهر في حضرة الشيخ هاتف احلى الليالي يا هلال فرح شب الجمر والمباخر في حضرة الشيخ هاتف احلى الليالي واستقبلوه رحبوا يا اهل الخير فين الكت العرسان خير الرجال يا جدة العرسان بنت المناعير يا مرحبا حيا يا زين القبالي يا مرحبا حيا يا زين القبالي ام فيصل الليلة سعادة افرحي يا تاج راس الغوالي يا مرحبا بالورد واحلى التعابير يم العرسان بكره حطوا كل الغوالي يم شري افرحي بفرحتك غير شب الفتن وادعيها احتفالك شب الفتن وادعيها احتفالك شيخة الشيخات بنت الأكابير فيك السنع والطيب وفي الخصالي يا شيخة الشيخات بنت الأكابير فيك السنع والطيب وفي الخصالي فيك الوفا والطيب وفي الخصالي وبناتك الليلة ما بين الغنادير مثل بنجوم اللبس ما نازلالي يا أهل الحفلكم وصوف وطواب لعيون امن وفي اجمل غزالي خالدا لكنها الشمس تصوير متصدره ما بين ذات الجمال متصدره ما بين ذات الجمال هادي ام صلاح وصافها يا بشر غير مهرة اصيلة ما لها من مثال وام ياس طبت تخايل الطير تلعب على الشلا ولا احنا الجزالين تلعب على الشلا ولا احنا الجزالين ام رزان فقد جميع المعايير في زينها في حسنها في زينها في حسنها والدلالين في زينها في حسنها والدلالين ومسك الختام انت احلى الغنادي جديد السفات والشيلات شيلات الفرح قصائد شعرية حسب الطلب.